التوكل. بسم الله الرحمن الرحيم. ان شاء الله عندنا موضوع النهارده يعني من الموضوعات الصعبه في النيورو اناتومي اللي هو راينينج كيفالون اند ليمبيك سيستم. وكمقدمه ليه عايزين نعرف ايه هو السميل باسوي. السميل باسوي يا جماعه بينتهي للأولفاكتوري ميوكوزا اللي موجوده في الاورجن الذي يتعلق بالشم. مين هو الاورجن اللي بيتعلق بالشم؟ النوز. الأولفاكتوري ميوكوزا بتكون موجوده في الروف اوف ذا نوز. وفي الأولفاكتوري ميوكوزا هنلاقي فيه باي بولر نيورولوجيكال سيلز. الباي بولر نيورولوجيكال سيلز دي بيتقال عليها أولفاكتوري ريسبتور سيلز. الأولفاكتوري ريسبتور سيلز دي يا جماعه ليها باي بولر، يبقى ليها دندرايت وليها اكسون. الدندرايتس دي اللي بتستقبل السميل، والاكسونز بتاعتها بتعمل ايه؟ الاكسونز اوف ذيس باي بولر سيلز بتبتدي تتجمع عشان تعمل لي 15-20 فيلمنت. الفيلمنتس دي اسمها اولفاكتوري نيرف فيلمنتس. الاولفاكتوري نيرف فيلمنتس دي بتعمل بيرسنج للكريبري فورم بليت اوف اسمويد عشان تنتهي هذه الاكسونز فين؟ في الاولفاكتوري بلب. ويبقى الفيرست اوردر نيورون في الباسوي اوف سميل از اولفاكتوري ريسبتور سيلز، ودي عباره عن باي بولر سيل لها بريفرال دندرايتس تستقبل السميل، ولها اكسون الاكسونز بتاعت الريسبتور سيلز اللي هي بتتجمع وتعمل لك الاولفاكتوري فيلمنتس which piercing the creppery form plate of ismoid عشان تنتهي في الاولفاكتوري بلب. مين بقى السكند اوردر نيورون؟ السكند اوردر نيورون موجوده في الاولفاكتوري بلب، عباره عن نيورولوجيكال سيلز اسمها مايترال سيلز. المايترال سيلز دي بتستقبل الاولفاكتوري امبلس من الفيرست اوردر نيورون. بتستقبل الاولفاكتوري امبلس من الفيرست اوردر نيورون. والاكسونز اوف مايترال سيلز باسنج باكورد رايحه فين؟ عشان تعمل الاولفاكتوري تراك. فده الاولفاكتوري بل والمايترال سيلز بتاعته الاكسونز مشيت باكورد فعملت التراك ده اللي اسمه الفاكتوري تراك. الفاكتوري تراك ده زي ما احنا عارفين بانه ماشي 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 باكورد لحد ما يقابل المنطقه المخرمه اللي اسمها انتيرور برفوريتد سبستنس. عند الانتيرور برفوريتد سبستنس بينتهي الفاكتوري تراك بان هو يتفرع لميديال اولفاكتوري سترايب ولاترال اولفاكتوري سترايب. الميديال اولفاكتوري سترايب ده رايح فين؟ رايح عشان ينتهي في فيري نارو فيرتيكال جايرس. الجايرس ده هو اسمه ايه؟ الجايرس ده جاست انتيرور وجنب اللامينا ده. اسمها ايه اللامينا دي بقى؟ اللي ماشيه من الروستروم اوف كوربس كالوزم للاوبتيك كيازما. دي عباره عن لامينا اسمها لامينا تيرمينالز. طب اما يبقى الجرس ده جنب اللامينا تيرمينالز تقولوا ايه على الجرس ده؟ اي حاجه جنب بيتقال عليها بارا، وعشان كده الجرس ده اسمه بارا تيرمينال جايرس. اذا كانت اللامينا تيرمينالز
يبقى الجايرس اللي جنبيها بارا تيرمينال جايرس. بعد كده في عندنا اللاترال اولفاكتوري سترايا. اللاترال اولفاكتوري سترايا رايح فين؟ رايح عشان ينتهي في البرايمري سنسوري كورتيكال اريا اوف سمال، اللي هي مين؟ المنطقه التي يطلق عليها انكس و الانتيريور بارت اوف بارا هيبوكامبال جايس. فهنا في الانكس والانتيريور بارت اوف بارا هيبوكامبال جايس زي ما هناخد كمان شويه في الاولفاكتوري ارياز. فالمنطقه دي اللي هي الانكس دي بيتقال عليها اريا 34، والمنطقه اللي في الانتيريور بارت اوف بارا هيبوكامبال جايرس دي بيتقال عليها الاريا 28. فالاريا 34 والاريا 28 دي البرايمري اولفاكتوري كورتيكال سنتر. يلاحظ هنا بقى حاجه، ان الاولفاكتوري باسوي از ذا اونلي سنسوري باسوي which passing directly to the cortex, to the cerebral cortex, without passing to the thalamus or metathalamus. زي ما انتم عارفين metathalamus في الميديا واللاترال جينيكوليت باتل بتوع الهيرنج والفيجن. فطبعا يا جماعه السميل ده رايح مباشره على الايه؟ على الكورتيكال اريا بتاعته. ازاي؟ ان اي سنسوري باسوي بيتكون من كام اوردر نيورون؟ 3 اوردر نيورون. هنا في 3 اوردر نيورون، ده الاولفاكتور ريسبتور سيلز، وبعدين الميترال سيلز. فهنا ده يا جماعه بيتكون من 2 نيورونز اونلي. ليه يا ربنا 2 اوردر نيورون بس وباسنج دايركتلي على طول على الكورتكس؟ للسرعه. ليه؟ مفيش بقى وقت نقعد ننقل الاولفاكتوري امبلس من نيورون للتاني للتالت، وعلى ما نروح الثالاموس والثالاموس بقى السكرتير يبعت للرئيس بتاعه في الكورتيكال اريا، تكون انت مت. ازاي؟ اصل السمنت يا جماعه تتعلق في الحيوانات بالذات بالحياه والموت. فانت تبص تلاقي مثلا الاسد، الاسد نايم كده في الشمس ومأنتخ ونايم، مره واحده يشم ريحه الفريسه، فبسرعه جيده بيروح بص يروح واقف ومتنمر وطلع يجري ورا الفريسه. حياته متعلقه بالفريسه دي عشان يعرف يتغذى. طب والفريسه دي هبله؟ ما الفريسه كمان عندها سميل سنسيشن، شمت ريحه الاسد، فبسرعة عايزين نشم ريحة الأسد عشان نجري. يلا تطلع تجري جري الوحوش عشان تنفد بحياتها. فهنا لازم تو أوردر نيورون للسرعة، ومفيش وقت بقى لا نعدي على السكرتير ولا سالاموس ولا ميتا سالاموس. اطلع السريبرال كورتكس اللي هتدي على طول امبلس للأكشن اللي أنا هعمله بعد كده، سواء كان جري في حكاية الفريسة أو الأسد اللي هيطلع يجري ورا الفريسة. ماشي؟ طبعًا في الهيومن بينج بقى تطورت بقى الإيموشنز والبيهيفير والريليشن شيب. فهتبص تلاقي كمان لازم السميل سنترز تبقى كونكتد بالسنترز اللي في الكورتكس اللي تتعلق بالبيهيفير والايموشنز والريليشن شيب. ده هي زي مثلا يا جماعه انا رحت اكلم ناس قاعدين هنا اهو، لقيت ريحتهم وحشه قوي، فلازم هيحصل ايه؟ لازم انا اخد اكشن اروح بعد عن الناس ده هي شويه واكلمهم من بعيد. يجوا يقربوا مني اقول لهم لا خليك عندك. ماشي؟
وطبعا بقى كمان جالي بقى الاكسبيرينس والميموري، الناس دي ريحتها وحش، فدايما لما اكلمها اكلمها من بعيد واخلص الكلام بسرعه. ماشي. برضو المثال الشهير اللي احنا كنا ضربناه يا جماعه، ان انت الريحه بتاثر قوي على البيهيفيرز والايموشنز والميموري والمود بتاع البني ادم. زي ما انت مثلا بتخش البيت تلاقي مثلا ريحه التقليه بتاعت الملوخيه، ريحه الاكل الجميل اللي طالع من المطبخ، فطبعا ده بقى الواحد ايه بيترفع بالمود بتاعه قوي، والله ده النهارده الاكل اللي انا بحبها. وتبص ده ينعكس على علاقتك بمراتك، بتحب مراتك اللي بتعمل لك الروائح الحلوه ده حلو صح؟ لكن لما يكون الاكل تخش البيت ريحته وحشه وباين ويمكن معفن وبتاع، هتكره مراتك ويبقى الاكسبيرينس بتاعك انت احسن تطلقها وتشوف لك واحده بتطبخ ايه كويس صح؟ نبص نلاقي برضو مثلا انت بتشوف اكيد ان انت مثلا ساعات الريحه لو انت شميت ريحه وحشه ممكن يحصل لك ريفلكس ايه؟ فلازم السميل ايريد على فكره برضو يكون كونكتد بالهايبوثالامس اللي هو يتعلق بالفيسرال اكتيفيتيز، وقد تصل الريحه الوحشه انها تعمل ريفلكس في الهايبوثالامس فومتنج. فلازم في كونكشن ما بين السميل سنترز والهايبوثالامس عشان الفيسرال اكتيفيتيز. ده يا جماعه كده هو النقطه الصغيره عن الباس واي اوف سميل كمقدمه للموضوع بتاعنا النهارده.